وجوهرة الماء بالدر عقوبة واش من عقوبة جات فيك النوبة دخلنا بزانة وخرجنا بزانة حرمة العزيز مولانا والله حتى فرحت أنا بهذه اللمة في نهار غلي تكريم السي الحرش عبد الحفيظ نقلة نوارة من ولاد بوزرارة ضحكة مسرارة وقلب لا غير وتكريم المدام ولقاع الاولاد هاجر وياسين والشاب معاذ صفقوا لي بغيتها قصيدة من غلة حصيدة غمارها نوادر وسبولها مطامر فايضة بخير وبغيتها كلام على قد المقام يزرد الغرام من حساب الايام واللمة كبيرة كلها تعبير سنين طويلة دازت برقة حلم بها سرقة بيضة كالورقة وهو تابع سطر بمداد ساح وضطر يقول بلسان الجهر شلا صغار حدايا ما يعرفوا قراية والكتبة ملغومة قاع منفهومة يمكن هو يمكن حنا يمكن هما شكون غير جمعنا كلمة وشكون عرف يمكن تكون هذه الدنيا حلمة مشوارها طويل وسعدها جميل مزيناه ضحكة بعيون الصبيان وزهار تتفتح بالوان تريح قلوب وتمحي الذنوب وتشافي البلاد إلى الدنيا صخر السي الحرش بحر وصبر وديما شاد وقر ابتسامة دايمة في وجوه الناس والخدمة ناضية واقفة على أساس ما يتأخر ما يبغي صداع الراس السخاوة بالمن بلا من والإرشاد بالفن الكلمة محسوبة والسمعة محبوبة تستاهل تكريم 100,000 نوبة مسيرة وافية ومشوار زاهر وعشق كبير للحاج الطاهر عمل متقول وطريق مساوي ما يبغي صداع ما يحمل قهاوي السكوينة والبحر مقيدين وتقياد أحسن أستاذ وأحسن صياد في القسم عين على الصغار وعين على الموري وفي البحر عين على الشرب وعين على البوري يلوح طابلية ويتبع بوجلال يقصد البحر في صخر ورمال وينسى الدنيا وهو صياد وديما يجي مع الوقت مقال يدي معاه الأستاذ الأساتيدة فلوقان واللي تعطل ضربوا الدراب أول تعيين للصويرة مال وجاب دورة على ابن هلال من ابن عامر لولاد حمد والحاج طهر قسمة وبرقة الجرية مسؤولة والنظرة مقبولة والعظام محلولة ما يزقلش القيلولة مخابرات صحيحة ديال سعة صبر المستوى الثاني ما عندو عليه حل محفظو من ايام السلطان الكحل باش يعجبك ويخليك مصدوم المذكرة عامرة لاخر يوم التزام كبير وكلمة صريحة لا يسمح لي على هذا الفضيحة وهو غادي مع الموال لسان حال وحال يردد مقال على الفال اللي ضربناه هذا شحال ما جانا في الظن ولا في البال المغزى المال تبع طريق الدقيق قلنا يصفى الحال السي الحرش رقى جيال وخاطري قرمات شدت الوال والقراية اللي كانت زاد تلفت المعنى في رؤوس العباد كحلة على الريال في سوار العناد ولات فقعة الحكمة أخوي البلاد شكرا لك.